والله خالتي سالم ما ينعم والنعم فيه. يعني أقول موافقة نتكل على الله. موافقة. غلط. حبنا غلط. وليش أنت تشوفها صح؟ أنا واحدة ما تعرفينها، بس أنا أعرفك عدل وأعرف ريلك. ريلك الصراحة مو هين وعليه سوالف، وإذا مو مصدقتني سألي عن طلعة البحر اللي طلعها يوم الجمعة. دقيت عليه بالغلط وسمعت كل سوالفك مع هذيك. عاجبك الوضع ها؟ عاجبك اللي صاير والضياع اللي احنا فيه؟ كله بسبة أنانيتك. أناني ما تفكر إلا بنفسك. منى تحبيني؟ أنا آسف. خليش تختارين شيء اليوم، مزاجك مو عاجبني كلش. ايش فيك بيبي؟ عسى ما شر. ما شر. بس ساعات عيالنا اللي يكونون سبب سعادتنا، هم نفسهم يكونوا سبب تعاستنا. شنو بنتج فيها شيء؟ لا، ما فيها الا العافيه. بس تعرف لما نتنازل عن شغلات، يكون احنا نبيها وايد، نبيها حيل، والعقل يرفض، ويكون السبب العيال. هذا كان تفكيري بالضبط قبل لا اطلق مرتي. كان الحب مسيطر علي بشكل كبير. بيبي لما الواحد يخليها على رب العالمين كذي الامور تتسهل من كيفها، تمشي هي بروحها. هذه اول معلومه اعرفها عنك غير شهادتك وعنوانك. سنجل الحمد لله، الحمد لله اني سنجل. يلا ساج على القهوه، ديري بالك مثل ما قلت لك. ها ان شاء الله تطلق كل شيء ورا ظهرك. يلا مع السلامة. مع السلامة. هلا حياتي. هلا قلبي. هلا حبيبي. لا بس أبي منك شغلة. ها حبيبتي. أبيك تمر الجمعية، أبي أغراض، أبي كيلو بصل وطماط وأبي فلفل أخضر الكبار. إن شاء الله عمرك حبيبتي. أنت حاضر اطلع من المكتب انا ان شاء الله، واول ما اوصل الجمعيه بكلمك. مو تنسى. ان شاء الله عمري. شو انسى؟ انا انسى كل شيء، اقدر انساك انا حبيبتي انتي. ترى انت نستاي اعرفك، احبك وانا اكثر بعد. الو ما يالي نوم. قعدت طالعت يوتيوب، لعبت جيمز، قريت كتاب، هم ما يعني نوم. قلت استشيرك، عندك حل؟ لا تقولين عيل انا مهندس فاشل. ترى جد اذا مو عاجبينك مباشر اغيرهم لك. لا ايش دعوه، بس يمكن لان البيت جديد علي ومو متعوده اقعد بروحي. ليش اخوك وينه؟ موجود بس دواوين قهاوي.
this point, you can tell me anything. It's bad about the field, and he smashed my head on the mirror and on the sink, and then he hit. بعد شو سويتي؟ والله ماكو، طلعنا خوش طلعه. ودينا الياهل السينما، لا تشوف مش كثر ينا على الفيلم حبايبي. كان حلو ها؟ وايد. تالي وديناهم عشيناهم، لعبناهم شوي. الفيلم وين؟ ايه. الفيلم واحنا رادين البيت بالطريق، بنشرت علينا السيارة، تكفى. شلون بنشرت؟ ما ادري ايش دراني. زين منو بدل لكم البنشر؟ والله وقفوا لنا عيال حلال وايد. تكفى شوف شكلي انا ورفيجتي والياهل شلون شكلنا داخل. شوف. يا حليلة هذه رفيجتك اللي سولفتي لي عنها ها؟ اي منى ما صار لي مدة اعرفها بس تصدق كل من يشوفنا يحس ما احنا خوات صد لي قالوا الدنيا تجيب لك اوادم ما كنت متخيل انك بتصادفهم بحياتك الله يخليكم البعض بين بين تحبون بعض وايد احلالها منى الله لا يحرمني منها ما تبي تنام؟ يعني نوم كلش ليه صاير شيء معك؟ ماكو شيء بس أفكر بالشغل وأنا ألف مرة قلت لك لما تيجي البيت قلت كل شيء ورا ظهرك خلاص فكر ببيتك زوجتك بنتك تتعشى تنام ترتاح تقوم الصبح فكر بالشغل مرة ثانية شو عندك؟ أنت توش تعرفيني يعني؟ لا بس خلاص عادي أحاول ما أقدر في زباين لازم أحافظ عليهم لازم أحافظ على شغلي اسمي توا قاعد ينبني منى فهميني اكثر ما ادري لا تفكر الله بيوفقك ان شاء الله ان شاء الله ما قاعد حاتي ما قاعد افكر بولا شيء اصلا ما راح افكر وعد يلا خلي روح انام حبيبتي أكيد أنا ذبحت بس أي شيء تبي كلمني ماشي؟ أنا بكلمك يلا حمد ربي دير بالك يبا تالي وهو راح قاعد في فندق ما رضى انا اطلع من البيت والله ما ادري ايش اقول شحكي حق الريال الله يهديه ورده حق عقله ما ادري ظنتي مسحور يما ايش هالخرابيط شنو مسحور ما مسحور عيل ليش هامل مرته وبنته ويركض ورا بنت ابليس انا احساسي قوي انا حاسه انه بيختارني وبيرد لي ايش اللي خليك متاكده كذي احساس
ما أوصيك يا ولدي يا سالم بدور ترى غالية علي. لا تحاتي عمي راح أحطها بعيوني. هي مدللة ترى دير بالك ها. إن شاء الله. حاضر. حبيبي أنت تامر أمر. هذا العشاء فيك يا ولدي. الله يسلمك يخليك ما عليك زود. على البركة يا سلم. الله يبارك فيك النسيب. الله يوفقك إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله حبيبي. مبروك سالم. الله يبارك فيك. شوف ترى هذه دلوعة عمها. دير بالك تقص عليها. لا لا تحاتي لا تحاتي ان شاء الله. مبروك ان شاء الله برفاه البنين ان شاء الله. الله يبارك فيك وخليك يسلم. بركة فيك ان شاء الله يا ولدي. ان شاء الله. بعتيني عشان هذا؟ خليتيني بروحي؟ حتى ما فكرتي فيني عايشة حياتك مستانسة ولا همك شنو فيني. الحب اللي عطيتك اياه نسيتيه بلحظة؟ معقولة كل هذا ما همك؟ معقولة يا بدور؟ ما قدرت اتحمل المكياج شلت العدسات وعديت عيني. شفتي امك وخواتك شلون كانوا مستانسين؟ الحفله كانت وايد حلوه. وانا بعد وايد استانست. اكيد تستانسين. بعد صرتي مرتي شوي اكثر من كذي. ولا نسيتي شنو كنت اسوي؟ كنت اوقف بالفريج وانطر سيارتك بس تمر. اي حبيبي اللي يبي شيء لازم يتعب عليه. مو اتعب عليه، اذبح عمري عشانه. بدور راح اكون ريال متفهم. والله يبعد عنا المشاكل والخلافات اللي تصير بين المتزوجين. ولك مني وعد اوقف معاك لين تخلصين دراستك وتتوظفين واشجعك وتوصلين حق اعلى المراتب. ايش تبين بعد؟ وانا لك مني اني راح اوقف معاك بالحلوه والمره ولين تخلص دراسه وتتخرج هالكورس وتتوظف. واذا توظفت ابي منك وعد
أبي عبس، أبي شيء طقطقة، وأبي القصار، وأبي شيء صالة 5 نجوم. الله يخليك الله يخليك. خلاص موافق. بس هذا كله علي ولا عليك؟ ها الحين قاعد أقولك لما توظف. أتغشمر معاك. إن شاء الله إذا توظفت راح أسوي لك أحلى عرس وعزمي فيه اللي تبي. إن شاء الله. يلا نطلب. يلا. يعد فجأة. Excuse me. بس ماما هذه كل الاغراض اللي بقت؟ اي خلاص هذا ملم. زين جطت الميك اب والاكسسوارات وديتيها الغرفه؟ خلاص ملم انا سويتها كلها ركبها. يلا زين شيل هذول الكراتين وديهم المطبخ بسرعه ماما عشان ماما لا تعصب علي. ان شاء الله. حاضر. سلام. عليكم السلام. هلا بالمعاريس. عمري شلونك سالم؟ شو اخبارك؟ بخير. ها شو الاغراض؟ اغراضي ليش؟ شنو ما تدرين؟ شنو برد اقعد ببيت ابوي خلاص هديت شقتي كذابه. ابو حد يستانس الحين عاد تطمنت يعني راح اشوف لولو كل يوم طبعا راح اشوفك يعني. انت الله يهداك ما رديتي الا عقب ما ملكنا الحين شلون نافس بنتك الحلوه؟ اي عادي موجوده هني 24 ساعه وبتكون عند امي لان انا بطلع وبشوف حياتي يعني فموجوده. ايش فيها امي تشوف حياتها حبيبتي؟ لا الحين دام منك رديتي جدولك تنسقينا مع جدولي طلعاتنا روحاتنا كلها ويا بعض. كنا طلعات وروحات وانا وين رحت؟ مو حبيبي لا يعني في طلعات انت ويانا اكيد بس عاد طلعات انا واختي عاد صالون واشياء سوالف بنات عاد ايش تبي؟ لا لا حبيبتي خليك مع ريلك انا بكون بروحي. مو كيفك حبيبتي لا قلت لك انا ما صدقت على الله تردي. خلاص عيل انا راح اقعد يلول. كيفك؟ ما دق عليك؟ صار لي يومين مختفي. صدقك؟ قلت له يفكر ورد لي خبر. ما صارت يفكر. كان تعبان، طلع من عندي مريض. ولا دقيتي طمنتي عليه؟ لا. تلقين تعب. في شيء يعني. دقي مدامج قعدت تحاتينا خلي يطمن قلبك شوي. أنا قلت له اللي عندي قلت له يفكر ورد لي خبر القرار عنده يا أنا يا هي. أنا الحين لازم أدق عليه مو لازم هو اللي يدق علي. لا يدق علي ما يسأل عن بنته. ما أدري اللي رايحك اللي تشوفينه. سمعوني يا يما أنا كل اللي أتمناه بهالدنيا هذه سعادتكم. أتمنى ربي يوفقكم ويسعدكم ويبعد عنكم كل حاقد وحسود. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. وسمعوني بعد يا يما الله لا يقوله الله لا يقوله 1000 مرة إن شاء الله إذا صارت بينكم مشكلة لا سمح الله لا تدخلون أحد بينكم حلوا مشاكلكم فيما بينكم. إن شاء الله يما. عدل ولا لا؟ عدل صادق صادق. عاد الوالدة بتبلشنا صاية.
هاي ما هذا واجبي يا يما بعد شنو يعني مو كل ام لازم تنصح عيالها مو انا ام لازم انصحكم لا مصلحتكم وان شاء الله يا ربي يبلغنا ببيبي عسى الله يرزقها بولد الحلال اللي يهنيها ويسعدها وينسيها كل الهم اللي مرت فيه ان شاء الله يا رب امين يا رب العالمين عن اذنكم ابنك معك كمل باقي النصايح ولي ما تخليك هذا ما تخليك الو هلا بدر وينك بيت اهلي ايش في صوتك تعبان شوي تعبان زي ليش ما تروح المستشفى منى وينها شنو فندق لا 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 خلاص خلاص انا جايتك الحين ما له داعي تقول لا تعبي نفسك انا بس داق اسمع صوتك شنو لا تعبي نفسك انت تعبان وبروحك قاعد بالفندق انا جايه يلا باي بيكا حبايبي انتم ان شاء الله تتهنون الله يسعدكم وان شاء الله لا سافرتوا عاد مو تنسون الجو البارد ينسيكم امكم والدنيا والديره ما فعلت العمر راح نتمشى ونستانس راح ندرس عليكم بالعافيه بس ان شاء الله ترى راح احييكم اي حياك الله حياك الله الوقت انا بروح اقرا فيشتي وارجع خير عسى ما شر وشنو هذا اللي بيدك مسكينه تعبانه ومريضه واهلها مو معاها مسافرين فماخذت لها شويه شربه واكل وبودي وارجع ما تشوف شر يلا لا تبطيني ان شاء الله يما دير باج على نفسك مع السلامه الظاهر الفيروس منتشر في الديره ما شاء الله اي والله بعد مر ناخذ امي مره واحده عشان نروح المستشفى وامي عاد الحين رعيه طويله على ما تبدل وتجهز ما عليه احسن من نروح تسوي لنا السالفه تعرفينها انت بعد صدق الو انت وينك باللوبي يلا يلا انا جايه يلا باي شايبه وعاج الحين خليك من هذا انت شو ساكت على عمرك ايش اللي كلفتي على عمرك بيبي ما له داعي هالكلافه كلفت على نفسي ولا شيء خليك الحين من اللي انا جايبته انت شايف شكلك شكلك يعور القلب بدر لازم تروح المستشفى منى وينها منى ما ندوها بالمستشفى ما اقدر اروح لهم وانا بهالحاله بعدين منى مثلك ما تبي تشوفني لما اختار بينكم يا انت يا هي الحين مو وقت هالكلام قوم خليني اوديك المستشفى قوم والله ما اروح معاك ولا ارضاها احد يشوفني معاك بعدين ما بعاديك انا خلاص سويت اللي عليك مشكوره خلاص امسك هذا مفتاح سيارتي روح المستشفى وانا اخلي بدور تاخذني هاك تسلمي الله يقول لك اختك شو موديها الفندق مو قالت بتروح عند رفيجتها مو رفيجتها ساكنه بالفندق ليش هي مو من الديره لا هي جايتنا زياره وكم يوم كذي وبترجع اوكي الحمد لله على سلامتك الله يسلمك لو احد من اهلي يشوفك يمكن يذبحك عاد والله ما هموني بدور انا مشتاق لك بدور في شيء ودك تقولينه شيء اي يعني سالفه موضوع شيء بخاطرك مو انا وانت واحد مو هذا كلامك فهد انت ايش قاعد تقول ما ينفع هالكلام بالجامعه ها متى وقت عيل عند بيتكم
ولا يخطبك والله. انت ايش فيك؟ ايش قاعد تقول؟ شنو اخطبك وايش قاعد تقول؟ شقة طالني جدا. انا وايد مستانس. ما توقعت انك راح توافقين علي. هو ليش ما وافق عليك؟ يعني على السوالف اللي سويتها قبل اذيتك وايد. اللي فات فات، احنا عيال اليوم. ربي حالتك ما تطمن. تكفى اذا رحت المستشفى على طول كلمني. الو وصلتي؟ يلا يلا انا الحين باي. مو هاين علي امشي بس مضطرة اروح. بدر دير بالك على نفسك. بيبي شكورة. الو شلونك؟ والله تعبان كان الحين بروح المستشفى. عندك سيارة ولا هي وديك؟ ترى عادي اقدر اوصلك على المستشفى لان انت ما عندك سيارة. لا باخذ تاكسي. انا هاتيك. خير انت زوجي وابو بنتي. الدويا شلونها الحين؟ الحين بروح لها المستشفى. تأخرت عليها شوي بس زين انك سألت عنها. طمني عليك اذا فيك شيء وانا راح اطمنك على الاندويا. دير بالك على نفسك بدر. وانتو بعد ديروا بالكم. انت متى نطلع من المستشفى؟ والله مليت خلاص. نطلع قريب ان شاء الله. لا تهاتي. ادري على شنو، على خفه دمك توله عليك ولا على شنو؟ يما لا تقولين كذي حق ابوي. يا بعد عمري انت، يا بعد عمري يا حبيبتي انت، اي كذي كذي دافع عن ابوك.
تكون أكبر من أي شيء، أقوى مني وأقوى منك وأقوى منها. أنت تبيها وهي تبيك، كل واحد يقول أبوي. لا تحطوا الاعتبار، أنا ما عندي مشكلة. هدني، طلقني، اهجرني، والله العظيم ما راح أتكلم، بس هذه لا تروح الضحية لنا أحنا. شكواني تكفى، خل ودي أعالجها واللي يسلمك. هذه حشاشة يوم في أموت لو صار فيها شيء، ما عندي أغلى منها. بس بس اليوم رايح أنا وأنتي ونتوية، ما راح نتفارق. وعد بنراكب على علاجة لين ما نكون بالسلامة. واحد من Come on!